المحليات الاصايل 6 كيلومترات هي مسافتنا، واشواط السرعة اشواط التفاح مباشرة مع الصدارة مع المركز الاول، ملامح على صدارة هذا الشوط لاسم الشيخ محمد بن المر المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها ويتابعها هنا على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك تأتينا على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد الهيان حامد بن علي بن احمد اللي هي خيلة يتواجد ويقدم من لنا في هذه الانطلاقة، بينما تدخل هنا من شعار هجن العاصفة تتواجد لمسة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث الواصلة هنا بديع وديعة وديعة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان احمد بن علي العجب يتواجد هنا مع هذه الانطلاقة على ثالث المراكز. المركز الرابع التواصل من اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن شاوي الاغفلي تابعها، بينما المتدخلة من الجانب الاخر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد هناك سهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي يتابعها على خامس المراكز في هذا المسار. المركز السادس تصل في هذه اللحظات خيلة على سادس المراكز، الانتقال وايضا بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن احمد يضمرها وهي في المركز السادس، بينما سابع المراكز في هذه اللحظات تصل صوغة من هجن الرئاسة بقيادة ايضا سعيد بن احمد بن دري الفلاحي، ولكن الدخول في هذه اللحظات من اللي هي التماس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يضمرها، ولكن هناك المتدخلة في هذه اللحظات الزمايم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري يضمرها، بينما هناك ايضا المتدخلة هنا في هذه اللحظات على تاسع المراكز وغيرت الى المركز الثامن اللي وصلت الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هنا مطر باللاحج الهايري تابعها في هذه الانطلاقة، بينما المركز العاشر تصل هناك سرابة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. اذا هذه هي العشر المراكز الاولى ونداءنا الاول، اذا لمسة على صدارة لمسة على المركز الاول من هجن العاصفة بتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير يتابع لمسة، ولكن هناك وديعة على المركز الثاني وديعة على ثاني المراكز لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان احمد بن علي بن عجب يتابعها مع هذه الانطلاقة على ثاني المراكز، وبدأنا ايضا بانتصاف المسافة. المركز الثالث تأتينا الشاهينية على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان يتابعها مع هذه الانطلاقة، والمركز الرابع الدخول في هذه اللحظات من اليافل بدأت ايضا تتدخل مع الاربع المراكز الاولى بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن شاوي الاغفلي، ولكن الدخول من الجانب الاخر اللي هي واصلة التماس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يتواجد مع هذه الانطلاقة ويقدم لنا التماس. المركز السادس وصلت ملامح على سادس المراكز اللي اسمه الشيخ محمد بن المرة المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. المركز السابع تصل في هذه اللحظات هناك اللي هي مشاهدين الاعزاء الزمايم اللي اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يتواجد هناك مسري بن سالم بالعرطي الحميري خبير المضمرين. هنا تصل في هذه اللحظات تصل اللي هي الذيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري يتابعها مع هذه الانطلاقة، ولكن هنا تصل في هذه اللحظات على المركز الثامن هنا الدخول من سرابة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، وهنا هملولة
هملولة. أول ندى الهملولة على تاسع المراكز من هجن الرئاسة بقيادة المضمر الظاهر علي بن إميل الوهيبي، والمركز العاشر تصل أيضا صمت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم المتحدي سالم سعيد بن منانة. إذن هذه هي العشر المراكز الأولى المتقدمة. أعود إلى صدارة الشوط. التماس بدأت تغير الأمور. التماس هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتواجد هناك قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن غدير، هو يتابعها هناك مع هذه الانطلاقة، مع هذا المسار والاندفاع من أيضا من هناك من المكان الصعب في الميدان. بدأ ينطلق هناك قائد العمليات، ما شاء الله تبارك الله. هناك التماس على صدارة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. انطلقت هناك التماس، ولكن هنا لمسة على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة، يتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهنا أيضا وديعة تصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل الهيان. أحمد بن علي بن عجب يقدم لنا وديعة مع هذا المسار والمركز الرابع. تصل هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مسهيل بن مبارك بن مرخان، ولكن هملولة بدأت تدخل. هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن إميل الوهيبي، وهناك سرابة القادمة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمتدخلة من الجانب الآخر والواصلة هناك اللي هي وصلت صمت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة يتابعها، ولكن هنا اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن شاوي الغفلي. هكذا هي النتيجة، وأعود إلى المسار المتجه إلى المنصة الرئيسية والسيارة بالانتظار، ولكن التماس على صدارة، التماس على المركز الأول، التماس ولمسة، لمسة والتماس، لمسة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهناك التماس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هناك يتواجد علي بن راشد بن غدير، والقادمة سرابة، انضمت سرابة إلى مقدمة الشوط بقيادة الواثق المملوكة لهجن العاصفة، ولكن هملولة قادمة هناك، هملولة لهجن الرئاسة، يتواجد الظافر علي بن إميل الوهيبي أيضا. صمت قادمة هنا وعينها على مقدمة شوط، ولكن لمسة على صدارة، لمسة على المركز الأول من هجن العاصفة. هناك لمسة، وهناك هملولة، وهناك سرابة، وهناك أيضا الصمت، ولكن أظن للمرة الثانية تذهب مع هجن العاصفة كما ذهبت مع جلد. تأتينا هنا لمسة تهانينا، والناموس والمركز الثاني. وصلت هناك سرابة من هجن العاصفة، ثالثا تأتينا هملولة لهجن الرئاسة، رابعا اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، خامسا صمت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم. إذن هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هنا يأتينا التوقيت الزمني ولحظات وصول لمسة من هجن العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية لحمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز الذي تقدمه هذه الهجن. 9:20 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. هنا تواصلت بهذه الانطلاقة، هناك سرابة، وهناك أيضا اللي هي هملولة. إذن 9:20 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المبارك، مساء يوم الجمعة. ننطلق على بركة الله بتواصل الأشواط في هذا المساء الحول المهجنات.